كما قال الفضلي إن دولة جنوب إفريقيا يحسب لها أنها حرصت على زيادة التمثيل الإفريقي في عملية التوسعة الثانية للمجموعة. وأضاف أن جنوب إفريقيا تحسب لها هذه الخطوة بإعطاء مساحة أكبر للبعد الإفريقي في علاقة التجمع مع دول العالم. يحسب لجنوب أفريقيا كدولة أفريقية وفي ظل رأستها للتجمع أنها حرصت على زيادة التمثيل الأفريقي قدر المستطاع في عملية التوسعة الإفريقية اللي هي تعد العملية الثانية، لأن جنوب أفريقيا هي ذاتها نتاج في عملية التوسعة الأولى اللي شملتها لوحدها عام 2010. النقطة الثانية يحسب أيضا لجنوب أفريقيا أنها حرصت على إعطاء مساحة أكبر للبعد الأفريقي في علاقة التجمع مع دول العالم. طيب عملت ده ازاي؟ أول حاجة إنه طبعا الحرص إنه بينطلق الإعلان عن التوسعة الثانية من أرضها، لأنها هي كانت نتاج عملية التوسع الأول في عام 2010، وعقدت تتم هذا العام تحت عنوان البريكس أفريقيا شراكة من أجل النمو والتنمية المستدامة وشمولا في العلاقات متعددة الأطراف بصورة متفارعة وتبادلية. كل دي موضوعات متنوعة هامة للقارة. والأمر الآخر إنه الرئيس راموفوزا قرر في أبريل في الماضي دعوة كافة قادة الدول الأفريقية هذا العام للمشاركة في اجتماع قادة التجمع معهم وفق صيغة البريكس، ما كانش ده بيتم قبل كده.